حالفوا؟ لا إلى الآن الخلافات موجودة بيناتهم، لا على نوعية الوزارات التفقة ولا على عددها لحد هذه اللحظة. نعم. أنا اللي أريد أقوله معقولة هذا العراق كله ما بي 20 واحد يصلحون يكونون وزراء مرتبين يجون ينتشلون هذا البلد من مشاكله؟ ما بي 20 واحد. نعم. لا محمد الشياع السوداني يعرف له 20 واحد، ولا محمد الحلبوسي ومثنى سمراء يعرفون 6، ولا الإطار التنسيقي يعرف له 12 واحد، ولا التحالف الكردستاني يعرف له 4. معقولة يعني 20 واحد يعني مؤهلين أن يقودون بلد بفلوس متلتلة؟ نعم. الحكومة ما راح تجي وهي محتاجة. نعم. هاي احنا صار لنا 3 أشهر من كل في محمد شياع السوداني إلى اليوم لا متفقين على نوعية الوزارات ولا على عددها. نعم. ولا على مسميات الوزارات. وهل معقول أنه السيد محمد شياع السوداني، أتحدث يعني هذا تساؤلات البعض، يقول لك يقدر يطلع من عباءة الإطار؟ هم اللي جابوه دافعوا عنه وأصروا أنه يبقى السيد محمد شياع السوداني ومرشحهم الوحيد رغم كل الضغوطات ورغم كل المطالبات من السيد مقتدى الصدر بتبديل السيد محمد شياع السوداني. شوفي أستاذ محمد لا يتحمل أي مسؤولية. إذا نجحت حكومته بالأسماء اللي عارضي الهيال فالفخر كله إلى راح يصير. نعم. وإذا فشل ما يتحمل الفشل هو، لأن هذول هم اللي جابوا لهم إياه. لكن على الإطار والسيادة والتحالف الكردستاني أن يعرفون. نعم. أن أكو ذئاب 2 متربصة بيهم، واحد اسمه مقتدى الصدر والثاني ثوار تشرين، قاعدين على أحر من الجمر ينتظرون فشل حكومة الإطار حتى ينقضون عليهم. نعم. ويطون هاي الصفحة الجديدة. نعم. القضية مو تتصورين مثل الحكومات السابقة، لا الآن أكو قوتيا كبيرة جدا وإلها دعم شعبي. نعم. إلها دعم شعبي متربصة. أسود. نعم. أسود. أسود. نعم. أسود. نمور. يعني النتيجة واحدة. بس نقطة أريد أسأل عنها، هل فعلا هناك استحداث مناصب جديدة أو وزارات جديدة؟ والله هاي كارثة هاي. لا يعني أكو يعني هيك بنت. لا نعم يعني يتداولون موضوع نواب لرئيس الجمهورية. هسه رئيس الجمهورية يعني هسه برهم صالح طلع، أحد افتهم منه ايش سوى ما سوى؟ على مود هسه جابوا لنا رئيس جمهورية جديد نسوي له نواب 2، يعني من قد الشغل ماله، من قد المسؤوليات، من قد المتطلبات، ويريد يسوون نواب لرئيس الوزراء. نعم. النوب. والوزارات الجديدة يعني سمعنا ما نعرف انه 3 وزارات جديدة راح يستحدث السيد. زين. 4 أو 5. هسه 5 أو 5. هسه 27. 7. هسه إذا استحدثوا نواب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزارات جديدة، الرسالة اللي راح يتلقاها الشارع من يشوف هاي الهوسة وهاي الخربطة بالحكومة الجديدة، الشارع ايش راح يقول؟ ايش راح يقول يعني؟ إذا كانت حكومة إنجاز وخدمات فالشارع راح يكون راضي. والله أنا أعتقد بهاي الهلمة اللي دا تصير استحداث مناصب جديدة ووزارات جديدة، ترى القصد منها مو تعزيز العمل الإداري في الدولة العراقية، لا استرضاء أشخاص. اكو شخص قاعد يريد يصير بالمكان سين، فلازم نرضيه هذا ونحطه بمكان اللي يليق به. ليش لازم أقضي؟ نعم. ليش لازم أقضي؟ هذا هو اللي لازم ينسألون به قادة الكتل السياسية. يعني واحد من الاخوان يعني مثلا الشيخ خميس الخنجر يريد يصير نائب رئيس جمهوريه، ولازم احنا نرضي خميس الخنجر ونستحدث له منصب جديد ونحطه نائب رئيس جمهوريه. اكو هيك منطق؟ نعم. اكو هيك منطق يعني العراقيين يقبلون؟ يا جماعه والله هذا ما صاير هذا الكلام. نعم. هذا